بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. هنبدأ النهاردة نعمل كحك العيد. كيلو دقيق، ولازم يكون الدقيق منخول، 3 معالق سكر بودرة، معلقة ونص ريحة الكحك بتجيبيها من عند العطار، معلقة ونص خميرة، معلقة ونص سكر سمسم متحمص، نص كوباية لبن دافية، كوبايتين من المج العادي ده، كوبايتين سمنة وتكون سخنة، لو عايزة تزود نص كوباية ممكن عادي. هنبدأ ونقول بسم الله. لا، هنبدأ أول حاجة ناخد معلقة سكر كده نحطها في اللبن كله، ننزل بالمعلقة كده عادي. حطينا السكر، هنحط الخميرة وندوبهم مع بعض ونركنهم شوية لما يتفاعلوا مع بعض. هندوبهم كويس ونسيبهم بقى شوية. هنبدأ نحط ريحة الكحك، نحط السمسم، نقلبهم مع بعض كده كويس. هننزل بالسمنة، خلي بالكم بقى ان السمنة سخنة. كده هنبدأ نشتغل بإيدينا. الكحك ما بيتعجنش، الكحك بيتبس كده بالراحة. هنبدأ بقى نعجن باللبن اللي معاه الخميرة. هنبدأ ننقش فيها ونوريكم بعدها هتبقى ازاي. ده الملبن، وحطينا عليه معلقتين سمنة بلدي، لو عندك اي مكسرات حطيها عادي، وعجنوهم مع بعضها كده. رحت شوفي قطعنا الملبن بالشكل ده، كورناه بالشكل ده حتة صغيرة، تاخد حتة عجينة صغيرة كده حط فيها الملبن، تقفل عليها بالراحة. المنقاش الموجود عندك، اي منقاش عندك اشتغلي بيه. اهي نعمل واحدة تانية.
بس اثبت اهو مش فاضيه.